طبعا حبايبي احنا خلاص دخلنا في طريق الشلال، شايفين الشباب ذولا كلهم جايين من الشلال متروشين وجايين ما شاء الله، باين عليهم كل واحد لابس فوطة وحركات وبركات، والسيارات هذه كلها جاية من عند الشلال. طبعا زي ما انتم شفتوا الشلال اسمه روفوشي، روفوشي جورنا، جرنا يعني نافورة، جرنا يعني شلال، فهمتوا كيف؟ روفوشي، روفوشي يعني المزيونة باللغة البنغالية، يعني المزيونة روفوشي. امريكون مير الشراي روفوشي جرنا تياسي، روفوشي جرنا ديكي امريكون جاتسي مير الشراي سيتان شهر سيتان اردي بيتوري فرسي ابوشا كنتو نامو سي روفوشي جرنا. الطريق نوعا ما وعر شويتين، এতে লোক যারা আছে সবাই ওখান থেকে আসছে জান্নাতে গোসল করে আসছে, আমরাও যাচ্ছি জান্নাতে গোসল করার জন্য। حتى نحن رايحين نحن كمان رايحين نتروش مثلهم. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا المكان الخلاب الجميل، يا سلام شايفين المكان ايش زينه، يا سلام يا سلام. طبعا نحن بنقترب من الجبل، شايفين الجبل المرتفعات هذه، ما شاء الله تبارك الله، وشوفوا المكان هذه اللي جالسين فيه، يا سلام. اتخيلوا في المزرعة هذه والهواء من كل مكان وريحة الارز، شايفين الارز مزروع الارز وجالسين كده في الظل وحركات، يا سلام والله طبيعة مجنونة، طبيعة مجنونة بصراحة، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا البركة هذه كلها خضرة في خضرة، سبحان الله، طحالب كلها طحلب. شايفين الأشجار الطويلة هذه المتسلقة، ما أدري هذه إيش هذه، بس هذه يعني كلها محاصيل. أهو جنبي أصلا ما شاء الله تبارك الله، كلها أراضي زراعية خصبة. الشباب ما شاء الله تبارك الله، كل الناس هنا بيجوا عشان يتروشوا في الشلال. شوفوا الجبل، نحن قربنا من الجبل اصلا، شايفين الجبل نحن قربنا منه، وتحت الجبل الشلال، والشباب شو ما شاء الله متجهزين، شايفين كل واحد متجهز للترويش والسباحة، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، نحن دحين مرة تحت الجبل، تعرفوا المناطق هذه لو فيها أمطار الله يستر، لا هنا لو في مطر هلا الله ظهير، الله يعينك الله يعينك يا حلو. الله الوضع يا شباب هنا، ترى أنا كنت قبل شوية أتساءل ليش كلهم حافين، ترى هنا الواحد لما يمشي حافي يكون أفضل على أساس لا يتزحلق ولا يروح فيها ولا يروح يجيب العيد، لسه عيد الفطر باقي عليه كثير. الله الله، أنا شايف حاجات حلوة قدامي، شايف في مجرى موية، يا سلام يا سلام، شوفوا المجرى، شوفوا المياه الجارية، يا لبيه، ولسه لسه بنمشي في الداء. شوية اتزحلق أنا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا المياه الجارية والله، يا سلام شوفوا ما شاء الله تبارك الله، تحتنا نهر جاري وحركات وبركات، شيء لا يوصف ترى يا شباب. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الشباب كمان جايين، ترى كلهم بتروشوا، كلهم جوع عشان يتروشوا فقط ترويشة ويسبحوا، يعني لسه على الشلال قدام تقريبا يمشي 10 دقائق قدام، بعد 10 دقائق إن شاء الله راح نلقى الشلال. شوفوا كيف، طبعا الكل الأفضل إنه يمشي حافي على أساس لا يتزحلق. شوفوا العوائل، يعني أنا أستغرب، يعني أنا حاسس نفسي إن أنا اللي بغامر والله،
حاسس نفسي اني انا اللي بغامر، لكن اتاري وقسم بالله في عوائل كثيره جالسه تغامر، في ناس وفي عوائل وفي حريم وبنات اطفال صغار كبار، يعني شيء عجيب. اهو شوفوا كيف تمشوا، حجاره صغيره ترى كلها عشان الجبل ترى خلف الاشجار هذه كلها جبال شيتاغونغ. طبعا مره قلت لكم جبال شيتاغونغ من افضل الاماكن السياحيه في بنغلاديش، يعني فيها مناطق سياحيه جباره. يا ساتر يا ساتر، انا دخلت في مكان شكله اتزحلق. يعني احلى شيء تعرف ايش اللي عجبني في ذا المكان، النهر جاري من تحتك. اهو بننزل النهر، بسم الله. شوف يا ساتر، شوفوا كيف جريان المويه. لسه ترى ما نحن باقي علينا، ما رحنا الى الان. يعني نحن اسم المنطقة طبعا مير الشري، اسم النافورة او الشلال روفوشي. فهمتوا كيف حبايبي؟ ما شاء الله تبارك الله، شوف الجمال، سبحانك ربي. يعني شوفوا الإبداع في الخلق، شلال لسه بنروح له، والمياه الجارية اللي تحتنا، والجبال والخضرة الحلوة هذه، والشباب ذولي ما شاء الله تبارك الله سبحوا وجو. شوفوا المياه الجارية ما شاء الله تبارك الله. نهر جاري، يا سلام. لسه نحن قدامنا مشوار عبال ما نوصل لهدفنا. ترى على فكرة ترى ما جينا عشان نشوف هذا المنظر، مع انه هذا المنظر يستاهل، والله المنظر ده يستاهل. والله انا بسبح هنا شايفين، ابغى اجلس في ذا المكان وابدا السباحة يا اخي، ما ابغى انتظر. اوف شفتوا كيف حبايبي جمال بنغلاديش؟ اهو جمال بنغلاديش. مين اللي يقول بنغلاديش ما هي حلوة؟ مجرد شوية اهتمام والله بنغلاديش حتصير الدولة رقم واحد في السياحة ان شاء الله. يا رب ولاة امرنا يكونوا ان شاء الله واعين وفاهمين، وان شاء الله يضبطوا البلد ويضبطوا الشوارع، يضبطوا الطرقات. اما بالنسبة للطبيعة ترى الله متكفل بها، الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، ظهير مغامر. تعرف شنو مغامر؟ شوفوا شوفوا، واو. والله ترى هذه مغامرة يا شباب، جينا بالدباب في مكان ترى ما يجوا فيه الناس اصلا بالدبابات. الله 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 الله، انا نازل وين؟ فوق. والله ما كنت ادري انه عميق قد كده هنا. شوفوا شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. شايفين المياه الجارية؟ يا سلام، ترى هذه صارت مغامرة، والله مغامرة البحث عن الشلال. تعرف الطريق من كتر ما يمشي فيه الناس والله صار لين، يعني ما في حجارة، ما في أشواك، ما في حاجات تعور الرجول. أحلى شيء. وشوفوا لسه على البشر، بس المشكلة نحن تأخرنا حبايبي. ليش أقول تأخرنا؟ المفروض هنا نيجي قبل الظهر، لكن دحين كده صار الظهر وصار بعد الظهر كمان، والناس دحين بدأوا يخرجوا، لكن نحن اللي داخلين فقط، ولا الناس بدأوا يخرجوا ترى. هنا المشكلة، بس أكيد في ناس لسه هناك سامعين الأصوات. أنتم شكلنا كذا وصلنا، شكلنا كذا وصلنا. سامعين صوت الشلال ولا سامعين صوتي بس؟ لكن المفاجأة شوفوها وين،
شلال طبيعي 100%. تعرف يعني 100% شلال طبيعي. شوطني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله شلال طبيعي. ناس بتروشوا بس انا الا اعرف انه الحجاره شايفين الحجاره اللي هناك ترى يعني الواحد يخاف منها يتزحلق ولا يصير شيء بس شيء والله ولا اروع شيء على كيف كيفك بس ما ندري كيف ناخذ الجوالات هناك. وشوف الحجر كيف ما شاء الله جبل شوفوا ما شاء الله وين الجبل والاشجار هذه ترى في الجبال سبحان الله الاشجار هذه كلها مزروعه من ربنا في الجبل نفسه ما شاء الله تبارك الله. خلاص طلعنا طلعنا الجبل يا سلام والله الواحد حبايبي لو ما ينتبه في الاماكن هذه ترى يروح يعني يروح فيها ويجيب العيد ترى ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شلا 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 يطلع شايفين كيف الطلوع ترى خطير خطير شايفين ما شاء الله تبارك الله منظر خرافي صح ولا لا منظر خرافي. خلينا نروح نجلس هنا وما علينا من الجوال جيتوا شركة أبل قالوا لنا شركة أبل قالوا لنا إيش أبل قالوا لنا إنه الجوال يا سلام إنه الجوال مضاد يا سلام واو 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 متخيلين المنظر حبايبي متخيلين المنظر بس متخيلين المنظر يا سلام طبعا المشكلة تعرف ايش المياه هذه ترى مخلوطة بالرمل او مخلوطة بالطين شايفين المياه هذه كلها مخلوطة بالطين لانه الحجاره هذه ترى ما هي حجاره يعني ما هي حجاره حجريه ترى هذه كلها ترى حجاره رمليه وحجاره طينيه انا والله ناوي ابى انام هنا يا ساتر الواحد اول شيء يجلس حبه حبه اوه يا سلام اوف هي امسك امسك لا لا دقيقه ياي ترى منظر لا يوصف الله يا سلام شوف المنظر بس يا لبه يا لبه وين ظهير كده دكي واو يا سلام Thank you.
السماء كان السماء كده بتبكي، ولا كان المياه بتنزل من السماء، شايفين سبحان الله، كان السماء كان المياه بتنزل من من السماء نفسها. I'm going to go to the hospital.
هاي.